شيء مره كثير صراحه. هذا اللي خليني اسالكم، ايش هي الاشياء اللي ممكن تخلي الناس تحبك؟ يعني انت يا رندا ايش الشيء اللي انت بتسويه يخلي الناس من جد تنجذب لرندا وتحبها؟ دائما احترامك لنفسك، يعني لما تكوني محترمه نفسك فاكيد الناس كلها بتحبك. لما يعني في ساعات تعرفي خطوطك الحمراء اللي انت ما تتجاوزينها علشان ما يعني ما يصير في احتكاك مباشر بينك وبين الناس، حتى لو كنت تحبينهم صح. واصحابك وما اعرف ايش. دائما يمكن اكثر المشاكل عبير تصير لما يكونوا قريبين من بعض، فيصير في ميانه مره كثير، فهنا تصير في مشاكل سوء فهم احيانا. يعني فانت دائما تحطين الخطوط الحمراء وتحترمين نفسك. احنا بنعرض صور الان يا رندا لهاشتاج عشان تحبك الناس. ايه فاغلب الناس علقت او غردت على هذا الهاشتاج بايش هي الاشياء اللي ممكن يعملوها عشان الناس تحبهم. طيب رندا قالت انه الاشخاص تحبها، لكن بالنسبه ليكي غزل ورؤى؟ انا بالنسبه لي يعني هو صح الواحد بيكون محترم حاله، في ناس يحبوه، لكن انا متاكده تماما اذا في احد يكرهك في احد يحبك والعكس. انا بالنسبه لي المحيط بي احاول قد ما اقدر اني ما اتدخل في شؤونه. جميل. واحاول قد ما اقدر اني اكون مبتسمه رغم انه ملامحي ما تساعد. بس انا اشعر انه لما تكون ودود ولطيف مع الناس حتى لو مثلا الشكل الخارجي يوحي بغير كذا، من غير مع انه حتى يكون في احتكاك وميانه وي وي وي. مجرد بالعكس بالله عليك انت يعني اخر السنه دي ما شاء الله يعني كيف يعني ابتسام تهبدلي عشان خلاص اسكت انت اول ما عرفتك تعرفيني كثير. لا لا الحمد لله ما شاء الله بالعكس بتضحكي وبشوشه يعني الحمد لله. في المراحل الانتقاليه صعبه في البدايه، يعني الواحد يكون شويه تخيلي انه لما تعرفي ممكن أي. الشخص وتبدأ مثلا تاخذ وتعطي معه هو يعرفني هو أي. يعرفني فيعرف انه لا ترى هي صح ملامحها كذا بس انه المفروض اني طيبه صحيح صح. لا صح. بالنسبه لك يا غزل ما اعرفه، انت قولي لي ايش انا ممكن بسوي عشان الناس تفهمني. احكيكم عن غزل. انا غزل زي كنا نعرف بعض من ايام الثانويه تمام، اللي هي ما هي معرفه صحوبيه لا يعني معرفة غزل ورأى. ما كنت اطيقها يا لطيف. ليش؟ لا معليش شرحتي كنت ما تحبيني. شكرا. اوكي فهي الفكره انه الكاركتر الخارجي كنت بقوله قبل شويه انه الكاركتر الخارجي احيانا يدي هذا الانطباع انه الشخص ما ينحب او هذا الشخص كذا رافع خشمه وماشي لانه كان ستريت فورورد. لكن يعني بس لما احتكينا ببعض ومرينا ببعض الظروف حسيت قد ايش هي يعني قلبها ابيض. عشان كذا يقولون لك لا تحكمين على الشخص من شكله ولا من لبسه ولا من هيئته ولا من اي حاجه. عاشري جزء من الحكم صحيح لازم يكون من المظهر الخارجي والجزء الاخر يكون من الاحتكاك. جميل جميل. فبرضو انت ما قلتي لي ايش اللي الحاجه اللي انت تسويها للعالم عشان تحس بدي الشغله او بدي الطريقه لا كده هم الناس راح يحبوني. انا احس الابتسامه فعليا لما تبتسمي في وجه احد، ضيف جاكي، احد شفتيه ماشي في الطريق. ايوه الابتسامه يعني حلو انك انت تبتسمي، الابتسامه تفتح كثير ابواب قدام. لا طبخها مو حلو. لا حرام عليك. يقولنا في الكنترول لذيذه. تعرف اللي الحلو في غزل انها تعرف كل شخص ايش يحب ياكل، فيوم تعزم عندها تطلب هذا الطلب. عرفتي؟ أيوة. خلاص تعمل الطلبيه فاحنا نروح وكذا. اباكم يعني عشان انا احبكم فاهتم باكلكم. أيوة. فعشان كذا انتم تحبوني فتاكلوا بحب فاكلكم بحب. لا هو انا مالك احنا احنا والله زي الرجال يقول لك اذا تبغين ترضين الرجال انه شبعين ولا اكلي خلاص صار الكل. غزل جالسه تطبق ذا المنطق. لا في احلى من كذا احتواء. اي ما في احلى من كذا احتواء يعني والله احتواء بس زياده وزن معه. لا تشيلي هم عبير هي صاحبتي ما عمرها تخنت ان شاء الله. ان شاء الله دب على الهواء. لا يعني انا اتمنى من الله اني انا ما ادخل. لا يعني انه انا مثلا بهتم بموضوع الاكل ولما بتجوني ولا لما بنتجمع بنجيب الاشياء اللي كده الحبشتكنات اللي تكون موجوده هذه موزعتها يا بنتي بكل زاويه في البيت. عرفتي؟ اللي يعني لو دخلت حتى رايحه تغسل يدها تلاقي شيء عند الحوض تاخذ. عرفتي؟ اي لازم تاكلي في كل مكان. تعرفين والله انا زي غزل تقريبا يا اخي احب افرح احب الناس تاكل بس انا ما احب اكل. يعني احب اشوف الناس قدامي جالسه تاكل وتتسلى والله. رندا من النوع ده صحيح لانه صارت بتجيب لنا فطور غدا. ايوه يا عمري من جد والله. احب اشوف الناس تاكل بس تلقيني انا لا اكلي مره تحب. وانا برضو من الناس اللي احب اشوف الناس مبسوطه احس بسعاده لما اشوف اللي قدامي مبسوط. جميل صح. جميل اي ان شاء الله ابشري. لا يهمك. مشاهدينا فاصل ورجعنا لكم من جديد.